الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله النهاردة الحصة بتاعنا هتبقى إزاي أصدر من الكاد للسي إس أي، وإزاي أستورد من السي إس أي للكاد. تمام يا باشمهندسين؟ ده دلوقتي مثلا الكور اللي معايا اهوت، ده كده الكور اللي معايا. تمام، هاخده بس كنترول سي كنترول ان امبريال كنترول في. تمام، دلوقتي انا هروح ارسم على سي اس اي، انا حسب يعني انا هاخدها هناك مترك سنتيمتر، يعني هرسم بالسنتيمتر. ده دلوقتي مرسوم بالمتر، فاول حاجه لازم اعملها ان انا لازم اعمل سكيل واضربه في 100، بحيث ان انا احول من متر لسنتي. اضغط ار اي يجيبهولي. تمام كده يا باشمهندسين؟ بعد كده ببدا انقل الكور ده من نقطه الصفر والصفر. انقله ازاي؟ هاخده كده مومنت من النقطه دي لصفر وصفر وصفر. تمام كده يا باشمهندسين؟ ببدا بعد كده بعمله بولي لاين، بختار لاير مثلا ولتكن اسمها، اعمل لاير اسمها كور. تمام يا باشمهندسين؟ ولونها احمر، واقول له اوكي. ايوه ايا كان لون، واختارها واعمل بولي لاين، على ان السي اس اي عشان يشوفه لازم يبقى ايه بولي لاين. امشي برضه على حدود الكور كده بالمنظر ده، وامشي لحد كده. ده كده اتعمل، اقول له كنترول شيفت اس دي اكس اف على الديسك توب على الكورس على الفلات، هيبقى كور دي اكس اف، ويتفتح ونقول له ده كور ونقول له سيف. تمام كده يا باشمهندسين، واقفله سيف بس ده، ونسيف ده على الديسك توب. دلوقتي اروح افتح بعد كده السي اس اي، طبعا هتبقى الوحدات مترك سنتي. تمام، ونقول له ايه فايل ديفاين الاول ماتيريال اف سي ب200، الاف سي الاف ال بتاعت الحديد 3600، النوع الحديد يوزر، ونقول له اوكي. فايل امبورت امبورت فروم اوتوكاد دي اكس اف، نفس الكلام على السب امبورت برضو دي اكس اف، والسيف امبورت دي اكس اف، هما كلهم من شركة سي اس اي، فبتلاقي التعامل كله زي بعض. هنروح نجيب مكان ما احنا اهو، مكان ما احنا حافظينه. هنختار اللاير دي، دي لاير الكور اللي انا رسمت عليها البولي لاين لو احنا فاكرين، واقول له نكس. اجي هنا اقول له ايه البولي لاين، اقول له اوكي، الكور جاي مرسوم. وصلت يا باشمهندسين ازاي اصدر من الكاد للسي اس اي؟ اروح اعمل بعد كده دبل كليك عليه، اديله التسليح بتاعه 116 القطر 16 بليس اوكي، واقول له بي سي اي، واقول له اوكي. تمام يا باشمهندسين؟ دلوقتي بقى يا باشمهندسين، انا دلوقتي لسه ايه مصمم البتاع، لسه مصمم الكور ده من شويه، حطيت له احماله ولقيته ايه اللي هو سيف نتيجه ام اكس وام واي ونتيجه النورمال اللي عليه. تمام يا باشمهندسين؟ فدلوقتي انا عايز ارسم تفاصيل التسليح دي، هروح على الكاد وارسم تاني حديد التسليح ده، اقعد ارسم دواير واعمل لها هاتش سوليد واقعد اكررها وكلام من ده حوار. فدلوقتي احنا استوردنا من الكاد، معنى ان احنا استوردنا من الكاد يبقى احنا هنصدر برضو للكاد. هنصدر للكاد ازاي؟ هنقول له فايل اكسبورت اكسبورت سيكشن. تمام يا باشمهندسين؟ هنقول له بس مكان الفايل اللي انا هحطه هيبقى هنا مثلا، نقول له سيف على الديسك توب. تمام، واقول له جنريت فايل، اقول له اوكي. تمام كده يا باشمهندسين، اقول له كلوز واقفل ده، او سيبه مفتوح مفيش مشكله، اقفل ده خلاص ما احناش محتاجينهم. هتلاقي اهوت متسجل على الديسك توب اللي هو باسم كولن، حاجة افتحه بعد كده. ده الكور اهوت بايه بابعاده كل حاجة. طبعا هو جاي هنا بايه يا شباب؟ جاي هنا بوحدات السنتيمتر. تمام كده يا باشمهندسين، اول حاجة هعملها اول ما اخد الكور هعمل له سكيل وايه واضربه في 1 من 100، عشان ايه احوله. طبعا دي اللي بتجيب الحركه لما يبقى بعيد كده ويقرب مره واحده كده، دبل كليك على البكره اللي في الماوس. تمام يا باشمهندسين، دلوقتي انا دلوقتي حولته لمتر، بضربه تاني في 2 لان القطاعات بتاعتي بتبقى بسكيل 1 ل 50. تمام، فبنضرب في 2. دلوقتي ديت لاير السكشن، انا عندي دلوقتي هخلي دي في اللاير اسمها الصفر دي،
تمام، بحيث ان انا عايز دلوقتي اظهر الحديد بس. تمام كده يا باشمهندسين. دلوقتي انت لو جيت بصيت ان السيخ ده مش قبال السيخ ده، يعني انا لو خدت لاين ومش مصدقني اهو اف 8 اهو مش على نفس الاستقامه. تمام يا باشمهندسين، وهتوضح هنا برضو قوي اهو مش على نفس الاستقامه. فانا عشان اتفادى الموضوع ده هاخد الحديد ده كله، اخد ده كده ديليت، اخد ده كده ديليت، اخد ده كده ديليت. تمام يا باشمهندسين، اخد ده كده ميرور ام اي واروح حوالين النص ويبقى كده. تمام يا باشمهندسين، ده نفس الموضوع برضو يمشي كده ميرور حوالين ايه النص. اخد بامر لاين، اخد خط مثلا كده واخد الحديد اللي تحت ده كله واقول له ميرور حوالين نص الخط ده واقول له اوكي. تمام كده يا باشمهندسين، ده دلوقتي الحديد دلوقتي بقى مرصوص بانتظام. دلوقتي انا بس لسالي الهاتش ان ده مفرغ، فاروح اعمل بلاير هاتش اتش مسطره، اروح افتح دي بختار الاختيار الثالث بختارها سوليد. تمام يا باشمهندسين، واقول له اد سيلكت اوبجكت واخدهم كلهم كده واتك مسطره اقول له اوكي سوري. هاتش اد سيلكت اوبجكت هو المفروض اساسا لما بنعمل لير ايزوليت انت اللي انت بتعمله بس هو اللي بيظهر المفروض. طيب تمام، احنا ممكن ناخدها كده كوبي مسافه 50 تمام وامسح ده عشان بس هو في مشكله بس عندي في الكاد لان في فيروس على البرنامج. هروح اخد هاتش ايرور ان ريدنج هقول له اد سيلكت اوبجكت المنظر ده اقول له اوكي. تمام كده اتعمل تاني، اخدها كوبي ارجعها تاني 50 باب بالمنظر ده. طبعا الحديد ده هيبقوا 3 كده، طبعا في تركيز هيبقى حاجة. طبعا دلوقتي انا عايز ارسم الكانة بلاين كده وبلاين كده وباخد لاين كده وباخد لاين كده. انا دلوقتي برسم تفاصيل التسليح، باخد لاين كده باخد لاين كده. طبعا العلامة اللي شغالة دي علامة النيرست بتتفتح من هنا تمام من القوس نير. اخد تاني امر لاين حاجة كده بالمنظر ده لاين حاجة كده. اخد بعد كده فيلت ده مع ده، فيلت ده مع ده برضو انفيلت. يعني انا الكاد لما بيبقى فيه فيروس على الجهاز ما بيبقاش مظبوط. خدها كنترول سي كنترول ان، روح افتحها في فايل جديد، اعمل فيلت ده مع ده ده مع ده. تمام، هي بس لو ما اتعملتش يبقى في مشكله بس في ايه، في فيروس في الكاد او حاجه زي كده. وده مع ده في ثانيه هتلاقي نفسك قفلت الكانات ده مع ده ده مع ده ده مع ده. تمام، المفروض ان كان ده مع ده وده مع ده سوري فلت ده مع ده وفلت نعمل لاين هنا فلت ده مع ده فلت ده مع ده هاتش بروبرتيز من ده لده. تمام كده يا باشمهندسين، هتاخد ده بقى كده موف ترجعه سنة، هتاخد ده موف جيبه كده سنة، نفس الموضوع هناك هتاخد ده موف جيبه سنة، هتاخد ده موف وتجيبه كده
هنا هتاخد لاين كده بالمنظر ده، تمام، هتاخد ده كده كوبي من هنا حرك ده بس شوية، تمام يا باشمهندسين. هتاخد بعد كده ده اكستندل ده وتاخد ماتش بروبرتيز من ده لده كده. انت ايه ركزت الحديد ده، خدهم كده كوبي من هنا وروح حطهم هناك وامسح ده، امسح الحديد القديم ده، راحته من هنا تاني كوبي ده لده. ده في ثانية يعني، هتلاقي نفسك بترسم تفصيلة التسليح في بتخلص في ثواني، تمام كده يا باشمهندسين. طبعا بعد كده قلنا بعد قبل كده ان احنا ما بنرسمش مشروع من الاول، فنروح نفتح البروجكت بتاعنا. هناخد كور من منشأ موجود قديم زي ده مثلا وليكن ده كده، اقول له كنترول سي، اروح افتح الدرونج اقول له كنترول في، تمام يا باشمهندسين. هروح اخد دي بعد كده كده كنترول سي كنترول في واخدها موف من هنا لحد هنا، اخد ده موف من هنا لهنا، اخد ده موف من هنا لهنا، تمام يا باشمهندسين. طبعا ده بترم، تمام كده. اخد دي كده كنترول سي كنترول في واخدها كوبي برضو مرة كده، اخدها روتيت الفها، لا يعني بلاش مش هتتلف يعني، مش محتاجينها في اللف يعني، اخدها كوبي من هنا لهنا، تمام. بروح بعد كده باخد دي اخدها كوبي واخدها كده كوبي من هنا لهنا، سوري المفروض ناخدها خدها موف من هنا لهنا، 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 تمام يا باشمهندسين. خد ده استرتش شوية زي شوية، خد ده استرتش شوية كده اكستند، تمام كده. ده هنا كام سيخ في الصف ده عايز تعرف، هتقوم راح جاي واقف بالمنظر ده، واقف كده من الشمال لليمين، تمام يا باشمهندسين. وتروح على الآلة الحاسبة دي هيقول لك ان ده 24، ده كده 12، ده 12 سيركل ده في الجزء ده، بتسهل على الحداد فتقول له ان ده كده 12، تمام. وتروح تاخد برضو بتاعة الجزء ده بامر موف حاجة هنا بالمنظر ده برضو، حاجة هنا تمام، المفروض دي كده اساسا، دي دلوقتي 14 ودي 12، دي 14 دي 12، تمام. عندك التسليح اللي هنا 31 سيخ، خد ده كده كوبي موف 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 موف، تمام. قلنا ان ده كانت 36 بان، ولا كانت كام؟ 31، ده هنا 31 سيخ. وتمشي برضو كده كنترول سي كنترول في، خدت وقت معلش،
هو الديزاين كبرامج ما بياخدش وقت، اللي بياخد وقت هو رسم اللوح. هتاخد دي كده تقول له طلع 27 سيخ، هنا دي 27 سيخ. هتاخد دي كده وتقول له ميرور، تقف على النص هنا، حاول تشوف النص تمام كده، بلاش تعملها ميرور، خدها كوبي من هنا. هتيجي نفس الموضوع، لا تمام تمام كده يا باشمهندسين. يبقى انت عندك 14 في الطول ده و 12 في الطول ده، بس العكس بقى، يبقى ده هي ال 14 ودي 12 تمام كده. طبعا هتمسح دي، هتاخد دلوقتي الكانة دي اللي هي دي، تاخدها كوبي ورا، وتاخد دي ودي كوبي ورا، تاخد دي بلاين، تاخد دي بلاين، تاخد دي بلاين. طبعا الحديد مش هيتنى كده، يبقى فيلت، ده مع فيلت مسطرة ار مسطرة 5%، ده مع ده نفس الموضوع، 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 ده مع ده، بحيث ان تانية الحديد دي فيلت جت ازاي، فيلت مسطرة ار مسطرة بوينت او فايف اللي هي 5%، تمام. طبعا ده دلوقتي بالنسبة لي الكنة. طبعا الحداد بيعملها بعد كده بتبقى فيه كنة حباية او بتبقى كليبس، يعني هتعملها كده كنة حباية كل 50 سنتي، هي بتتعمل كليبس تمام يا باشمهندسين. يعني انت لو جيت شفت في المشروع، هي بتتعمل كده يا اما بنعملها حاجة زي دي كنة كليبس كده تمام يا باشمهندسين. طبعا بقى هنكمل بقية الكورة، ان احنا هنقعد ناخد كنة دي نحطها كده كده ونبدأ ايه نفردها بره. ده كده بالنسبة لتفصيل تسليحة الكور، انك هتاخد الكنة دي كوبي، نعمل واحدة برضه عشان الناس هتبقى حاجة بالمنظر دي، هتاخدها كوبي من النقطة دي وتركبها مثلا هنا تمام، وتاخدها استريتش وتايه ترجعها ورا سنة تمام، تاخدها من هنا كوبي كف 8 اللي ترسمها تطلعها ايه تحطها كده تاخدها كوبي من هنا لهنا تمام كده. هتعمل بقى كل الطول ده كده، والطول ده برضو هيتعمل بالمنظر ده، والطول ده هيتعمل بالمنظر ده، هتعمل كده حبايه كل 50 سنتيمتر. شكرا والسلام عليكم.